ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.11% عند مستوى 9411 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 982 مليون درهم. ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 30 شركة وبقيت 27 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 15% يغلق عند 0.57 درهم، فيما ارتفع سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 7.55 ليغلق عند درهم فاصل 14. كما أغلق سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية مرتفعا بنسبة 6.16 يغلق عند 31 درهما فاصل 70، بينما انخفض سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 6.15 يغلق عند درهم فاصل 22. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة 0.43% عند مستوى 3934 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 349 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات بينما انخفضت أسهم 11 شركة وبقيت 14 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 6.66 ليغلق عند 3 دراهم، فيما ارتفع سهم شركة أرامكس بنسبة 5.10 ليغلق عند درهمين. كما أغلق سهم شركة تكافل الإمارات مرتفعا بنسبة 4.20 ليغلق عند 0.44 درهم، بينما انخفض سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.77 يغلق عند 3.60 دراهم. انتقل مع حضرتك أستاذ حنان لتحليل أبرز ما جاء في بورصة الإمارات، وأبدأ معك من سوق أبو ظبي المالي الذي ارتفع بأول جلسات الأسبوع. ما تحليلك لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ سوق أبو ظبي ارتفع ب 11% عند مستوى 3470 نقطة بقيم تداول 983 مليون درهم. طبعا شفنا إن كان في تأثر للعديد من القطاعات، كان في قطاعات عاملة ارتفاعات وقطاعات عاملة انخفاضات. لو بتكلم عن القطاعات اللي عاملة انخفاضات، كان العقارات والطاقة والصناعة، واتجه المستثمرين المحليون والخليجيون والعرب نحو البيع، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء. وطبعا شفنا في خلال الفترة الحالية في ترقب حذر لقرار الفيدرالي الأمريكي في انعقاده يوم 13 ديسمبر فيما يتعلق بأسعار الفايدة، اللي كتير من الناس شايفين ان هو هيتجه ناحية التثبيت على الرغم من انخفاض معدلات التضخم، الا انه طبعا بيواجه بارتفاع سقف الدين الأمريكي وبيواجه بضرورة الحفاظ على قيمة الدولار من الانخفاض. فانا اعتقد ان انا برضو من الناس اللي شايفه ان هو هيتم التثبيت، وده طبعا الترقبات دي لان كان لوح اكثر من مره رئيس الفدرالي الامريكي ان امكانيه ان هو يتجه الى رفع اسعار الفايده، ولكني واحده من الناس اللي استبعد هذا الرفع. ولكن دائما الاسواق الخليجيه على ترقب حادث، مترقبه لقرارات الفدرالي الامريكي لما يتعلق بالمؤشرات الاقتصاديه الامريكيه، لما يتعلق باسعار النفط ارتفاعها وانخفاضها و مستقبلها، لان هذه الاقتصاديات مربوطه بالدولار لانها مربوطه بالبترودولار، فهي طول الوقت على ترقب حذر لاي قرارات تتخذ في الخارج. انتقل بحضرتك من سوق ابو ظبي لدبي، شهدنا اليوم انخفاض مؤشر بورصه دبي، ما تحليلك لاداء السوق؟ هو تراجع سوق دبي النهارده 32%، احنا عند مستوى 3956 نقطة، يعني احنا في سوق دبي عندنا منطقة ال 4000 نقطة، هي نقطة مقاومة قوية جدا جدا، ما بيقدرش المؤشر ان هو يخترقها، فبيعود يتداول أدناها. في جلسة اليوم قيمة التداول لا تزيد عن 349 مليون درهم. طبعا شفنا في خلال الفترة الحالية ان برضه يعني في نوع من الرتابة في التداولات، حتى المتعاملين العرب والمحليين بيؤثروا البيع ودايما بينتظروا الطروحات الجديده لانها تعتبر ما يحرك الماء الراكد.
طبعا ثبات سعر العملة بيؤدي إلى ثبات أداء الأسواق، في مؤشرات اقتصادية قوية، في استحواذات جيدة، في نمو اقتصادي، في تعديلات قانونية، في يعني اجتذابات استثمارية للعديد من الجنسيات. ولكن بيختلف الوضع في أسواق المال، لأنها في بعض الأحيان بيبقى الاهتمام بيها اهتمام هامشي مش اهتمام عميق، واللي بيدل عليه قائمة التداول اليومية اللي بتتم فيها. باعتقادك أستاذة حنان، يعني كيف بتستفيد الشركات المدرجة من الاتفاقيات والتوجيهات الحكومية التي أعلن عنها في مؤتمر كوب 28 بدبي، أو التي أعلن طبعا عنها يعني؟ تمام، طبعا بتبقى متهيئة للفرص المتاحة الجديدة اللي تتعلق بالكربون وانخفاض الانبعاثات الكربونية والاستثمارات الجديدة في الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والطاقة المستدامة والمسيرات بالطاقة الكهربائية. فكل دي بتبقى عبارة عن استثمارات جديدة بتضخ داخل السوق، بيتم فيها دراسات جدوى ودراسات جدية للبدء في يعني اندماج مشروعات متعددة الجنسيات داخل السوق الإماراتي في هذا الصدد. ويعني شايفين انتهاج الإمارات ل يعني سياسة جيدة جدا، انه اي نشاط بيتم نجاحه داخل الدولة لابد ان يتم طرحه للمتعاملين داخل البورصة، عشان يبقى فيه نوع من المشاركة ما بين الافراد والقطاع الطارح لهذا النشاط داخل البورصة الاماراتية. أستاذة حنان، يعني ما هي الفوائد من توالي الإعلان عن طروحات أولية جديدة بأسواق المال الإماراتية؟ طبعا بتجذب المتعامل الراغب في المكاسب السريعة. احنا عارفين في اول ايام الطرح بيتم فتح الحدود السعرية لأكثر من 30%، وما بيبقاش فيها سعر إغلاق إلا في نهاية الجلسة، حتى يتم الإغلاق ويتم الفتح في الجلسة التالية ب10% كحد ارتفاع. فطبعا ده بيجذب المتعاملين ان هم يبتدوا ان هم يضخوا السيوله في هذه الاكتتابات. ولازم نحط بالنا في ان هذه الاكتتابات اسعارها متدنيه للغايه، تتراوح ما بين الدرهم والاربعه درهم، فطبعا بتبقى جاذبه لكل فئات المتعاملين، وما بيبقاش فيها المخاطر المتعلقه بتذبذب الاسعار المتداول داخل الاسواق، لانها بتبقى قطفه اولى او طرح اولي، وطبعا بيبقى عليها زخم قوي جدا من قبل المتعاملين اللي هم ما قدروش يحصلوا على الحصه الاستثماريه اللازمه في الاكتتاب. فده بيخلي السهم طبعا يرتفع الى اعلى، ومش بس كده، لا كمان بيجذب فئات متعاملين زي المتعاملين الاجانب اللي مهتمين جدا باي طرح جديد بيتم في دوله الامارات العربيه. نشكر الأستاذة حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، على مشاركتها معنا اليوم.